صباح الخير. الأيام الحافلة التي تفصلنا عن الموعد الدستوري لانتخاب رئيس جديد للجمهورية شكلت العناوين الرئيسية لصحف بيروت التي سنواكبها في حلقة اليوم من كلام بيروت مع النائب الأستاذ إلي ماروني عضو كتلة حزب الكتائب. مع الأستاذ ماروني صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. بالطبع موضوع الاستحقاق الرئاسي مع تناقص المهلة أمام انتخاب رئيس جديد، رح نبدأ الحلقة بكاريكاتير ستافرو جبرا في جريدة البلد، رسم ساعة رملية تحمل عبارة الاستحقاق الرئاسي بداخلها رئيس المجهول فوق رمال سياسة الوقت الضائع الذي يتناقص. وين تتفق مع هالكاريكاتير؟ وين بتختلف؟ هل الرئيس فعلا ما يزال مجهول؟ هل الوقت رح ينتهي قبل ما نشوف من هو رئيس المقبل؟ يعني كل المعطيات والوقائع حتى الساعة بتشير إلى أن الاستحقاق الرئاسي بعده مجهول المصير. نعم. سواء على صعيد شخص الرئيس أو موعد إتمام هذا الاستحقاق. نحن بنتأمل أنه يتم بموعده الدستوري، لأنه هذا واجب وطني وواجب أخلاقي أنا بعتبره، أنه نحافظ على مؤسساتنا الوطنية. لكن للأسف الوقائع حتى الساعة، لأنه دائما نحن بلبنان بنعيش على العجيبة، ما ممكن إذا حصل عجيبة خلال الأيام المقبلة أنه يصير توافق، لكن الأفق ما بيشير إلى أي توافق. يعني بوجود ذخائر القديس بابا يوحنا بولس الثاني بلبنان ممكن تصير نأمل هذه العجيبة. يعني عم نشوف نأمل اللقاءات، هذا الحراك الخارجي يمكن أكثر ما هو داخلي، هل يؤشر إلى أننا سائرون باتجاه إنجاز مماثل؟ للأسف يعني أنه يظهر أن بعض القيادات اللبنانية يعني استلذت عملية الإدخال العنصر الخارجي والإقليمي إلى الداخل اللبناني في إدارة شؤونه السياسية. فنحن من 25 أذار على الأقل حتى اليوم ضيعنا فرصة يتيمة للبنانة الاستحقاق الرئاسي ولاختيار رئيس صنع في لبنان يمكن لأول مرة. فتدخلات بدها تحصل، وربط مصير استحقاق الرئاسي بلبنان بلش بالاستحقاقات القادمة سواء في مصر أو العراق أو سوريا أو حتى القمة العربية. يعني اليوم كنا عم نحكي بأيلول موعد لإتمام هذا الاستحقاق، اليوم بلش ينحكى بموعد أبعد من أيلول لإتمام هذا الاستحقاق. هل بتوافق من يقول أنه قبل 25 أيار سيكون مختلف عما بعده، وبماذا؟ قبل 25 أيار يمكن بعد الساحة مفتوحة أمام مثل ما بقول الحرتقات السياسية الداخلية، وبالتالي استعراض المرشحين يلي ما في قدامهم أفق وما في قدامهم إمكانية للوصول. اليوم مثل تثبيت موقف، ولكن بعد 25 أيار نكون قد دخلنا بالشغور الرئاسي على مستوى رئاسة الجمهورية، وبالتالي سنبدأ بعملية التأثر فعليا بالاستحقاقات الخارجية ونصبح بحاجة إلى تدخل خارجي لإتمام هذا الاستحقاق. اليوم جريدة المستقبل بتقول على بعد أيام قليلة من انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس وحلول شبح الفراغ الذي يبدو أنه المرشح الأوفر حظا حتى الآن، تكثفت المواقف واللقاءات بين بكركي وباريز، حيث دعا البطريرك الراعي النواب لانتخاب رئيس قبل الأحد وإلا لحقهم العار، مذكرا الساعين إلى الفراغ بالنتائج الوخيمة التي خلفها الفراغ ما بين 88 و90. هل الظروف اليوم تشبه تلك التي كانت سائدة بالعام 88؟ يعني بالعام، يعني أنا ما بشبهها، أنا بشبهها بظروف انتهاء ولاية الرئيس لحود بال 2007 2008. بال 88 كان في احتلالات للبنان، كان في الميليشيات مسيطرة على الواقع اللبناني، كان في تدخل خارجي واضح وفاضح بالاستحقاق الرئاسي، كلنا بنتذكر انه حاولوا يفرضوا علينا رئيس هو او الفوضى، لكن للاسف انه يا ريت اجى هذا الرئيس وما اجت تلك الفوضى. لانه لانه وقتها كان في عرف ان يتم تكليف رئيس حكومي ماروني لاداره شؤون البلاد، مهمته تامين الاستحقاق،
أنا ذاك كلف رئيس حكومي ماروني، لكن بدل ما يأمن الاستحقاق فتح جبهات في لبنان وبالتالي فتح جبهة على حسابه أو أنا الرئيس أو لا أحد. اليوم بنشبه هذيك المرحلة أنه بعدنا مع نفس الشخص عم نعيش معاناة أنا أو لا أحد، لكن ما بتشبه تلك المرحلة لأنه الرئيس الجمهورية فقد صلاحياته، ما بيقدر يشكل حكومة من حكومة أمر واقع كما بنسميها. ستستمر هذه الحكومة بملء الشهور وبالحلول محل الرئيس في معظم صلاحياته، واليوم مفروض لبنان محرر للأسف للأسف بعد ما تعلموا معنى الحرية والسيادة والاستقلال. إذا كان فقد صلاحياته كما تفضلت والخلاف قائم على أكثر من جبهة مارونية، فكيف لو كانت صلاحيات يعني، وشو بيعني معالي الوزير أن يكون الخلاف اليوم أو التباين إذا بدنا نقول على الساحة المارونية شبيه بالذي كان بالعام 88، يعني قبل 26 سنة تقريبا أو 25 يعني سنة؟ يعني الصراع الماروني الماروني على رئاسة الجمهورية اليوم عم ياخد منحى ديمقراطي مسالم، لكنه عم بيعطل هذا الاستحقاق. بتلك الفترة كان في واقع ميليشياوي عسكري في استعمال العنف، لأنه كلنا بنتذكر السلاح كيف كان منتشر بتلك الفترة مع كل الناس ومع كل المرشحين، وكيف في نواب خطفوا ومنعوا من الوصول إلى المجلس النيابي. لكن للأسف الصورة بعدها هي ذاتها من ناحية الأشخاص اللي تصارعوا من 26 سنة أو من 30 سنة واللي عم يتصارعوا عن كل استحقاق، بعضهم هني موجودين وكأنه هذا اللبنان ما عم يفرز طاقات قادرة هي على الحلول محل تلك الطبقة يلي ما عملت شيء مفيد للبنان. قبل ما نكمل بتفاصيل اللقاءات يلي عم بتصير، طالما عم نحكي عن الموارنة اليوم، غسان شربل بجريدة الحياة كتب عن الموارنة فقال انه لعنة القصر انهكتهم، واعتبر ان الرئيس بشير الجميل سجل سابقة خطرة مفادها ان انتزاع زعامة الاقليم المسيحي تضمن الاستيلاء على قصر الرئاسة، وقد وقع عون وجعجع باغراء لعبة بشير فسلك الموارنة طريق النكبة. يعني ما عندي تعليق على اللي قاله، هي وجهة نظره، لكن حبذا لو مصير في تبادل لهالصلاحيات هالمناصب، لانه فعلا منصب الرئاسي خالق تشرذم كبير عند الموارنة. تبادل عند مثلا يروح تنقله المشكله عند الاخرين، ننقلها عند الاخرين. حاجه يتهم الموارنة، الموارنة هني هني جزء رئيسي مدافع عن لبنان، هني بنات لبنان، لكن هذا المنصب يخلق دائما تشرذم ماروني ماروني كبير وعم ينعكس سلبا على الوضع اللبناني ككل. كمان لماذا كل مرة هذا التشرذم يكون انعكاس لنزاع اقليمي او كباش اقليمي بمكان؟ لانه لبنان اليوم الماروني المرشح الماروني ما عم بيكون هو قائد المعركة ومنظمة، عم بيكون مرتبط ارتباط وثيق بطرف تاني، وللأسف الأطراف اللبنانية عندنا مرتبطة ارتباط وثيق بالمحاور الأقليمية. يعني بنشوف في فريق مرتبط بإيران وسوريا، فريق مرتبط بالسعودية، واليوم الحل بده يكون من خلال الاتصالات. اليوم في اتصالات على المستوى السعودي الإيراني، في اتصالات على المستوى الأمريكي الإيراني، في اتصالات على كل الجبهات لتأمين هذا الاستحقاق يلي بيتبين لحد هلا، ما بعرف بكره شو بده يصير، بيتبين انه بعد الطبخه الرئاسيه لم تنضج، بعد لم يتبين من هو الرئيس، ولم يتبين حتى الساعه متى سيتم تنفيذ هذا الاستحقاق. نعم، فقط بختام الحديث عن الموارنة بقول غسان شربل لم يعد لديهم دم يوزعونه على حروب زعمائهم، سقوط التعايش والحدود يجعل لبنان بلا معنى، وال يعني الفراغ سيكون موجعا للبلاد وقاتلا للموارنة، وأدعو عون وجعجع لخفض الأضرار والتفكير برجل ثالث يدعمانهم. هل الحل هو بهذا الشكل؟ يعني منح الأمور واتجاهها بيأكد على ضرورة التفكير برجل ثالث، لأنه لا الدكتور جعجع بظل المعادلة الموجودة قادر يوصل، ولا العماد عون
قادر يوصل. فمفروض انه كثير في تلف. على الاقل دكتور جعجع اعلن مرارا وتكرارا انه هو اذا في مرشح اخر من 14 اذار قادر على استقطاب اصوات من الفريق الاخر هو حاضر للتنحي. وهيدي على كل حال استراتيجيه قوى الرابع عشر من اذار يلي تريد رئيس سيادي والرئيس باسرع وقت ممكن وضمن الاستحقاق الدستوري وضمن الاصول الدستوريه يحمل برنامج 14 اذار ومبادئ ثوره الارز. دكتور جعجع اعلن لكن العماد عون لم يعلن ترشيحه ولا عم بيزيح لحدا يعني من نتيجه، مش فاتح مجال الا للورقه البيضاء او لتعطيل النصاب، وهذا التاريخ سيحاسب عليه. نعم، ولكن هل هذه القراءه لا تؤكد ما توجس منه العونيون بوقت سابق من انه ترشيح دكتور جعجع، التمسك بترشيحه من قبل قوى 14 اذار هدفه بالدرجه الاولى حرق اوراق العماد عون كي يقال ينسحب مقابل انسحاب العماد عون؟ يعني وجهه نظر، وكمان نحن بنظرنا انه العماد عون مستحيل يقدر يوصل، وبالتالي عم تروح كمرشح توافقي. مين حدد صفه، ما معنى توافقي؟ مين حدد صفه توافقي؟ هل بحق للانسان يلي استمر بمسيرته سنوات وسنوات طرف سياسي وطرف حانق على الفريق الاخر وعم بحارب الفريق الاخر انه قرر من اجل الوصول الى الرئاسي انه يطلق على نفسه لقب توافقي، فهل اصبح توافقيا؟ انا اقترحت انه اليوم على العماد عون انه يبرهن خلال 6 سنوات مقبله انه هو توافقي ومنفتح ويلغي اتفاقيه التعاون والتنسيق مع حزب الله، وبالتالي يحدد موقفه من سلاح حزب الله، يحدد موقفه من الحرب في سوريا كي يكون لنشوف اذا كان توافقي. ممكن بعد 6 سنين يقول انا توافقي، بس اليوم يقول انا توافقي ما بنعرف مين اللي حدد له الصفه. البطريرك الراعي بيقول لا يمكن ان نرضى بالفراغ بسده رئاسه ولو ليوم واحد. هل انتم باجواء تحرك ما او موقف ما قد يتخذه البطريرك؟ وهل صحيح ما يحكى انه نواب العماد عون رح يامنوا النصاب بالجلسه المقبله نزولا عند رغبه البطريرك؟ البطريركيه المارونيه منذ البدايه كانت حاسمه بموقفها الداعي الى اتمام الاستحقاق الرئاسي بموعده الدستوري. نعم. والبطريرك عم بيحذر من الفراغ واضرار الفراغ على الصعيد الامني، على الصعيد السياسي الاقتصادي الاجتماعي. هلا كنا عم نحكي مع زملائك بالسياحه، كمان الفراغ الرئاسي يعطل الاستقرار السياسي، والاستقرار السياسي يؤدي الى عدم استقرار امني الى اخره، بتتعطل السياحه والاقتصاد بلبنان. البطريركية تريد رئيس، تريد رئيس ضمن المهام الدستورية. شو ممكن يعمل لحتى يضغط باتجاه تأمين يعني شو؟ أول شيء البطريرك هو قوة معنوية روحية، وبعتقد موقفه امبارح كان واضح لما وصف النواب اللي بدهم يعطلوا النصاب بنواب العار. وشو بعد بدك أكثر من هيك؟ يعني إذا النواب ما عندهم شعور بالانتماء إلى الوطن ولإتمام واجبهم الوطني واجبهم الأخلاقي وعم بيعطلوا النصاب، هذا يعني من جهه البطريرك اللي بيقدر يعمله. انا لو محله بحرمهم يدخلوا الى الكنيسه يعني كمان. ما بس لانه اقحام للدين بالسياسه بهالمعنى. هلا شو نحن بلبنان؟ نحن بلبنان شو شيء جديد علينا؟ كل رجال الدين عم يتعاطوا بالسياسه. انتم بتشكوا من التدخلات السياسيه بنشكي، لكن اليوم رجال الدين يتدخلون في السياسه. الرئيس بري بيقول لجريده السفير انه مستعد للدعوه لعقد جلسه لانتخاب رئيس الجمهوريه قبل يوم الخميس اذا اقتضى الامر، اذا ظهرت معطيات ايجابيه بصدد التوافق على اسم رئيس الجمهوريه. باي خانه تضع هالكلام؟ باتجاه للضغط باتجاه حصول هذا التوافق؟ يعني عم بيقوم بدوره كرئيس مجلس نواب، ونحن كنا متوقعين بالجلسه الماضيه انه الرئيس بري يدعي الى جلسات متتاليه بصوره يوميه بهذا الاسبوع بدل ما ننطر للخميس. نعم. لمزيد من الضغط، لكن الرئيس بري عم ينطر مزيد من المعطيات يلي بتسمح له يدعي الى جلسه. بس انا برايي وعلى كل حال ما بقدر اقول شيء، نواب كتلته للرئيس بري عم يحضروا الجلسه وعم بيامنوا النصاب مش مثل النواب الاخرين، لكن بنتمنى عليه انه يلعب دور مع حلفائه ويقنعهم بضروره المجيء الى مجلس النواب ولننتخب من ينتخب، وبالتالي من يفوز سيكون هو رئيس جمهوريه لبنان. باي اطار تضع اشارته الى انه اجتماعات باريس
ليست كافية لتحقيق تفاهم على رئيس الجمهورية، وأي اتفاق يجب يعني يبقى ناقصا وغير قابل للصرف ما لم يستكمل بتفاهم أوسع مع القوى الأخرى. بالتأكيد يعني تعبير عن موقف، بس أنا بقول لك بالتأكيد، لأنه اليوم بدون كل تعاون معظم الأطراف ما فيك تأمني النصاب. بس هالكلام ما بيقصد فيه كمان فريق العماد عون انه طبعا، لانه اذا العماد عون تفاهم مع تيار المستقبل مثلا ولم يتفاهم مع حركه امل يعني هالشيء بياكد انه العماد عون ما عم بينسق مع المكون الشيعي، اليس كذلك؟ انه منه يعني نفس الوقت ما اعلن موقف، كانه موقفه من القضايا المطروحه واللي هي موضع اشكال. في الساحه، ساحه حزب الله بالتحديد، يعني ما سمعنا العماد عون قال شو موقفه من السلاح، من الحرب في سوريا. ما يعني موقفه ببدايه تورط حزب الله بخجل شديد. اليوم اللي بده يترشح على رئاسه الجمهوريه بده يكون توافقه، بده تكون مواقفه واضحه ومعلومه ومنشوره، يعني ما بدنا مواقف ضمنيه نحن. نعم، ولكن الرئيس سليمان عندما اخذ مواقف بهذا المنحى اعتبر فريق. فإذا نحن شو بدنا نجيب رئيس يستر على حزب الله؟ بدنا رئيس يكمل ما انتهى إليه الرئيس سليمان. جريدة الجمهورية بالإشارة لاجتماعات باريس تشير إلى لقاء دكتور جعجع مع رئيس الحريري تحديدا، وهو الثاني بينهما ب 48 ساعة بمشاركة الرئيس السنيورة، وقد وحدا قراءتهما الوطنية واتفقا على خريطة طريق سياسية ورئاسية تبدأ بالتمسك بترشيح جعجع ولا تنتهي بطريقة مواجهة مرحلة ما بعد الخامس والعشرين من الجاري على مستويات عدة، من أهمها الجانب التشريعي وموقف 14 أدار الذي سيحدد بنحو مفصل مع جلسة 27 أيار متصلة بالسلسلة ترتب والرواتب. أين الكتائب من هذا التنسيق؟ يعني الأسبوع الماضي كان الشيخ سامي جميل بباريس والتقى بدولة الرئيس سعد الحريري، والاتصالات مستمرة بين الرئيس جميل وبين نواب الكتائب ونواب تيار المستقبل. ونحن بالأجواء والتفاصيل بصورة كاملة. شو القرار؟ الاتصالات الهاتفية موجودة بين الرئيس الحريري والرئيس. شو القرار بالنسبة للجانب التشريعي؟ ما في بعد قرار الحقيقة، لأنه بعدنا نحن بانتظار ونأمل انه يكون في انتخاب للرئيس ضمن المهلة الدستورية. وإذا ما صار سنجتمع ونتخذ الموقف المناسب بالنسبة للتشريع. في موقف اكيد 14 أذار بده يكون عنده موقف موحد من هذا الامر. في وجهتي نظر اليوم. حدثك مع اي وجهة نظر؟ انه رئاسة الجمهورية، انا برأيي رئاسة الجمهورية مش اي شيء لحتى نشرع بغياب رئيس للجمهورية، وما بدنا نعود على دايما انه موقع رئاسة الجمهورية هو كبش المحرقة، وبالتالي انه الامور بتصير وكأن شيئا لم يكن، الحكومة بتحل محل رئيس الجمهورية وفينا نعمل كل الامور بغيابه. ونحن ما شرعنا في ظل حكومة تصريف اعمال، فهل نشرع في ظل غياب لرئيس جمهورية لبنان؟ هذا سيكون موقف الحزب؟ لا، مش موقف الحزب، هي وجهة نظرية اللي بعرضها على الحزب. تراها متطابقة مع وجهات نظر الحزب؟ بعتقد على الأقل مسيحية 14 أذار عندهم هذا التوجه. يعني شو بصير بسلسلة الرتب والرواتب بهذه الحالة؟ يعني إن شاء الله بننتخب رئيس وبنروح على انتخاب شرعي. على كل حال لو انتخبنا رئيس تعتبر الحكومة مستقيلة. نعم. لأن فور انتخاب الرئيس، فهل بنقدر نشرع ب 27 الشهر ام هيدا فخ هيدا الموعد لما حدد؟ باي حال رح نرجع لموضوع سلسله الرتب والرواتب، ولكن بما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي رئيس الجميل بحسب الشرق الاوسط يقول على فريقي 14 و8 أدار توقف عن العناد. صح. طيب بس ما انتم منكم قسم من فريق 14، منكم جزء لا يتجزا من هذا الفريق؟ مع الفرق انه نحن منفتحين على الجميع وعم نتواصل مع الجميع وعم نعمل اتصالات مع الجميع، والرئيس جميل لما عم بيقول على فريق 14 أذار و8 أذار عم يبدا من نفسه يغمز يعني من قناه حلفائه؟ لا، مش يغمز من قناه، عم ببلش بحاله، ما هو جزء من 14 أذار، عم يبلش من حاله ليقول انه بدنا نحن نتخلى عن العناد، وبالتالي بدنا نخوض انتخابات. وما تنسي انه الرئيس جميل تجرد عن ترشيح نفسه واطلق مبادره من اجل انقاذ الجمهوريه. منه بتهياطه المبادره ان يكون هو المرشح التوقيت. يعني فيك تراجعي كل اللي زارهم انه ما فتح هو بجولته موضوع ترشحه شخصيا
مع بقائه مرشحا. نعم. لكن اذا بيلاقوا في مرشح وفاقي مثل ما هو بيقول للشرق الاوسط، نعم، فهو مستعد ومش مستعد يخوض المعركه بغير صوره وفاقيه. والرئيس جميل اذا قال انا وفاقي كل مسيرته بتاكد انه وفاقي. من تراه وفاقيا غير الرئيس جميل؟ يعني شو بدك من هالقصة؟ يعني عم تعملوا عن ما اسال نواب التغيير والاصلاح، من ترونه الرئيس الامثل غير العماد عون كمان؟ ما لا، في كثير وفاقيين انا ما قلت، بس اليوم ما بيحق لي سمي، انا منتمي لحزب ولكتلي ومنتمي الى 14 اذار، بينما نحن سمينا اللي سموا نفسهم، بس نعم. بعد ما فتنا بتسميه اشخاص اخرين ممكن يجي شخص من خارج الاسماء المطروحه. يعني انا بتمنى انه بفضل يوصل رئيس من خط 14 اذار، من صقور 14 اذار، وللبحث صله. رئيس جميل بحسب بيير عطله بالنهار استضاف نهايه الاسبوع مجموعه من قيادي 14 اذار الى مائده غداء باحد مطاعم بكفية. معاليك كنت موجود بهذا؟ جاءت الدعوة بسياق مبادرة رئيس كتائب من أجل إطلاع أطراف تحالف 14 أدار على نتيجة التحرك التي تردد أوساطه أنه يريده شفافا وواضحا. بحسب معلوماتك يعني الرئيس جميل عم بحط كل الأفرقاء بأجواء جولته ولقاء القيادات المارونية، لأنه ستستكمل هذه الجولة يوم المرحلة الثانية من هلأ نحن. نعم. كنواب الكتائب وضعنا في هذه الأجواء من خلال اجتماع المكتب السياسي، بيبقى أنه الرئيس جميل عم يلتقي بكافة الحلفاء والقيادات ب 14 أذار لإطلاعهم على هذه المبادرة اللي نحن اطلعنا عليها قبل حصولها وأثناء حصولها وبعد حصولها. اليوم ستبدأ المرحلة الثانية كما يقول بيير عطلة من التحرك، وخلال الأسبوع الحاسم تحت عنوانين: الثبات بالمواقف الوطنية والانفتاح على كل المكونات الوطنية. الجولة ستستكمل على لقاء القيادات الإسلامية بالبلد، وبالتالي لأنه موقع الرئيس هو موقع يشمل كل لبنان وكل اللبنانيين. نعم. ويخصهم جميعا. بموضوع كمان متصل وأخير بهذا القسم، عون أنا رئيس التوافق، تحت العنوان كتب سامي كليف بجريدة الأخبار يتحدث عن ثقة العماد عون باحتمال توليه الرئاسة باتت كبيرة، وانفتاحه على الجميع صار يسمح له بالقول إنه المرشح الوحيد القادر على إنجاز توافق كبير بين الطوائف السنية والشيعية والمسيحية. من أين يستقي العماد عون هذه الثقة لو ما كان في شيء معين؟ ليش كان واضح موقف تيار المستقبل والرئيس سعد الحريري باستمرار ترشيح مرشح من 14 أذار، وكان موقفه واضحا انه لما قال له لما يسرب عن لقاءاتهم انه قال له بالاول بدك تشوف مسيحيه 14 اثار. فلذلك هذا اتصالات بينكم وبين العونيين بهذا انه على مستوى النيابه نتبادل الاحاديث، وعلى مستوى الرئيس جميل والعماد عون حصل اللقاء، لكن بالتالي على مستوى تبني 14 اثار لترشيح العماد عون هذا أمر ما زال بعيد المنال. تدع جريدة الأخبار المسألة عند السعودية أنها هي التي لم تقرر وليس فريق 14 أذار. يعني أنت بتعرفي جريدة الأخبار قديش بتحب، نحن ما قررنا نعطي 14 نعطي العماد عون أصواتنا، ما سألنا حدا ولا بنسأل حدا. بختم هالقسم، أرماء حمصي بجريدة النهار حول موضوع الاستحقاق الرئاسي، رسم تحت عنوان السترة الرئاسية جاكيت مشار إليها بأسهم مع عبارات حياكة إيرانية قماشة سعودية تفصيل أمريكي ولبنان عروة بالفراغ. بس العروة أوقات بتكمل بتسكر الجاكيت لتعطيها الطابع الرسمي. نعم. يعني بتسكر الجاكيت. على كل حال بعد 25 أيار وهلأ السعودية عم تتدخل وإيران عم تتدخل وأمريكا عم تتدخل وفرنسا عم تتدخل، وبدي أقول لك شغلة يمكن يستغربوا هيك اللي عم يسمعوني، ما في شعور بالدور اللبناني بعد. أنا بدي أقول لك قديش سمعنا عن أسماء مرشحين أعلنوا ترشيحهم، مرشحين ضمنيين، مرشحين كتار من المواطنين يلي بعتوا لنا كتب حول ترشيحهم لرئاسة الجمهورية، بس للأسف ولا مرشح اتصل بنائب.
يعني وكأنه مش معنيين النواب بهذا الأمر، وأنا بستغرب صمت النواب حول هذا الموضوع. مرشح تقصد من السياسيين أو السياسيين من وغير السياسيين؟ الغير السياسيين ترشيحهم يمكن شكل إنه لا عظيم السياسيين، ولا واحد اتصل بنائب الجمهورية اللبنانية كلها، بركي متكلين على مصدر آخر للدعم. هذا اللي بينطبق على هذا الجاكيت، إنه انتخاب الرئيس صار صار بنظر المرشحين شغل برا وما إلهم دخل اللي جوا إلا البصم. ما بعرف هذه النظرة، يعني عليكم إثبات العكس كنواب. إن شاء الله إن شاء الله بنثبت العكس ومنخيب لهم أمالهم. بعد الفاصل سلسلة الرتب والرواتب، مصير الامتحانات الرسمية، لا إدمين على امتحانات، والوضع الاقتصادي والحركة السياحية.